مرحبا بكم في درس جمع وطرح الكسور. دعونا نبدأ. لنبدأ مع مثال لا يسبب الانزعاج، أرجو ذلك، وبسيط نوعا ما. فإذا قمت بسؤالكم ما هو ناتج 1/4 زائد 1/4؟ دعونا نفكر ماذا يعني ذلك. لنفترض أن لدينا فطيرة مقطعة إلى 4 قطع، والربع يعني هذه القطعة. اسمحوا لي أن أقوم بها بلون آخر، هذا هو الربع. دعونا نقول أن هذا ربع الفطيرة، صحيح؟ ونريد أن نضيفه إلى ربع آخر من الفطيرة. دعوني أغير اللون إلى الوردي هكذا. هذا الربع باللون الوردي. وإذا قمت بأكل كلا الربعين، أو بكلمات أخرى أكلت هذا الربع ثم أكلت ربعا آخر، فكم أكلت هنا؟ حسنا، يمكنك أن تعرف هذا من الرسم، لقد أكلت قطعتين من 4 من الفطيرة. إذن أكلت ربع الفطيرة ثم أكلت ربع آخر، ما يعني أني قد أكلت ربعين من الفطيرة. وكما يتضح لنا من خلال الكسور المتكافئة أن هذا يعادل نصف الفطيرة. فإذا أكلت قطعتين من أصل 4، بالتالي فإن مجمل ما أكلته من الفطيرة هو نصفها. وإذا ألقينا نظرة رياضية على الأرقام السفلية في الكسور أو ما يسمى المقامات، بقيت كما هي، لأن هذا هو مجمل أعداد القطع الموجودة في مثال الفطيرة. فقد قمت بجمع كلا البسطين، وهو أني أكلت قطعة من أصل 4 ثم أكلت قطعة أخرى. إذن فقد أكلت قطعتان من أصل 4، ما يعني نصف الفطيرة. دعونا نقوم بحل أمثلة أخرى. ما ناتج 2/5 زائد 1/5؟ سنفعل نفس الشيء، سنتأكد من أن المقامات موحدة، وسنتعلم في أمثلة أخرى كيفية توحيد المقام. فإذا كانت المقامات موحدة، هذا يعني أن الناتج سيحتوي على نفس قيمة المقام، ويكون علينا القيام بجمع البسط فقط هنا، 2 + 1 إذن يساوي 3/5. وهذه الطريقة يتم استخدامها في عملية الطرح أيضا. فإذا كان لدينا 3/7 ناقص 2/7 يساوي 1/7. قمنا هنا بطرح 2 من 3 يساوي 1، وأبقيت المقام نفسه. فإذا كان لدي 3 قطع من أصل 7 في فطيرة، وأردت استخراج قطعتين من 7، سيتبقى لدي قطعة واحدة من الفطيرة، وهذه عملية مباشرة عندما تكون المقامات موحدة. تذكر، المقام عبارة عن الجزء السفلي من الكسر، والبسط هو الجزء العلوي. لكن ماذا نفعل إذا كان لدينا مقامات مختلفة؟ هذا ليس صعبا. لنفترض أن لدينا 1/4 زائد 1/2. دعونا نعود لمثال الفطيرة، واسمحوا لي أن أرسم هذه الفطيرة. هذا ربع الفطيرة، دعوني أقوم بتلوينه، وهذا هو ربع الفطيرة، وسأقوم بأكل نصف آخر من الفطيرة. سآكل نصف آخر، فيظهر هنا في الرسم نصف الفطيرة، أي أن مجموع ما أكلت في الفطيرة هو ربع الفطيرة ونصفها. ماذا يساوي هذا؟ هناك عدة طرق للتفكير في هذا. أولا، نعيد كتابة 1/2 نصف الفطيرة، وهذا نفسه ك2/4، أليس كذلك؟ هنا ربع وربع آخر هنا، إذن نصف هو نفسه 2/4. ويتضح لنا من خلال الكسور المتكافئة كما نعلم أن ربع زائد نصف يساوي ربع زائد ربعان، صحيح؟
وكل ما فعلته هو أنني حولت نصف إلى 2/4 من خلال ضرب كل من البسط والمقام بإثنان. ويمكنك فعل هذا لأي كسر، وكما تقوم بضرب البسط والمقام بنفس العدد تستطيع إجراء عملية الضرب بأي عدد، وهذا منطقي لأن نصف ضرب واحد يساوي نصف. أنت تعرف ذلك، وطريقة أخرى لكتابة ذلك نصف ضرب 2/2، وهذا يعادل 1، وهذا يساوي 2/4. سبب اختياري للعدد 2 هو أنني أرغب بالحصول على نفس المقام، أي 4. أتمنى أن هذا لم يسبب الإرباك لكم. حسناً، دعونا نكمل حل المسألة. إذن لدينا 1/4 زائد 2/4، وعلينا فقط جمع كلا البسطين، وهذا يساوي 3/4، والرسم يوضح هذا أيضاً. لقد أكلت 3/4 من الفطيرة. دعونا نحل مثال آخر. 1/2 زائد 1/3، ومرة أخرى نريد أن نوحد المقامات، لكن في هذه الحالة لا يمكننا أن نقوم بتبسيط واحد منهما، فلا يمكننا أن أضرب 3 بعدد ما لأحصل على 2. إذن لا يوجد عدد يمكن أن نضربه بـ3 ويساوي 2. في هذه الحالة يمكن أن أضرب كل منهما بالآخر لأحصل على نفس الناتج، وهذا ما نسميه المقام المشترك، وهو سيكون المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2 و3. ما هو المضاعف المشترك الأصغر لهما؟ هو أصغر عدد يمكن الحصول عليه عن طريق ضرب 2/3. 2 ضرب 3 يساوي 6. لذلك دعونا نحول مقامات هذه الكسور لتصبح 6. ما هو الكسر الذي مقامه 6 والذي يعادل نصف؟ عليك معرفة هذا من نمط الكسور المتكافئة. فإذا أكلت نصف الفطيرة تحتوي على 6 قطع، فبالتالي أكون قد أكلت 3 قطع، صحيح؟ فنصف 1 هو نصف، ونصف 6 يساوي 3. وبالمثل، فإذا أكلت ثلث الفطيرة المكونة من 6 قطع، هذا يعادل 2/6 من الفطيرة. إذن نصف زائد ثلث يعادل 3/6 زائد 2/6. لاحظ أنني لم أفعل شيء غير مألوف، كل ما فعلته هو أنني قمت بتوحيد مقامات الكسرين، وكان ذلك بتغيير عدد قطع الفطيرة، إذا كان ذلك يساعد في الحل. وبما أنني وصلت إلى هذه المرحلة فقد أصبحت المسألة سهلة. نقوم بعملية جمع البسطين، 3 زائد 2 يساوي 5، ونبقي المقام كما هو يساوي 6. إذن 3/6 زائد 2/6 يساوي 5/6. ونفعل نفس الشيء في عملية الطرح، حيث أن 1/2 ناقص 1/3 يعادل 3/6 ناقص 2/6 ويساوي 1/6. دعونا نحل المزيد من الأمثلة، يصبح كل شيء واضحا بالنسبة لكم، ويمكنك مشاهدة الدرس لمرات عديدة لتستوعب ذلك، أو يمكنك إيقافه لتتمكن من حل المسائل لأنني أقوم بها أحيانا بسرعة. واسمحوا لي بإعطاء مثال آخر. كم ناتج 1/10 ناقص 1؟ الواحد هنا ليس كسرا، أليس كذلك؟ لكن يمكن كتابته على صورة كسر، وهذا يعادل 1/10 ناقص. كيف يمكن كتابة 1 على صورة كسر بحيث يحتوي على المقام 10؟ هذا يعادل 10/10، صحيح؟ 1 يساوي 10/10، إذن 1/10 ناقص 10/10 يساوي، تذكر علينا فقط أن نقوم بطرح البسط والمقام يبقى نفسه هو 10، فيكون الناتج يساوي -9/10. إذن 1/10 ناقص 1 يساوي -9/10. دعوني أقوم بحل مثال آخر، أعتقد أن لدي المزيد من الوقت، لنجد ناتج -1/9 ناقص 1/4. حسناً، المضاعف المشترك الأصغر للعددين 9 و4 هو 36،
إذن 36، فكيف سيصبح الكسرة عندما نقوم بتغيير المقام إلى 36؟ حسنا، نضرب 9 ضرب 4 يساوي 36، إذن ناقص 1 تصبح ناقص 4. ثم نطرح 36 في المقام، ولنقل 4 إلى 36 ستكون بضرب المقام ب9، والبسط أيضا ب9، إذن لدينا هنا 1 يصبح 9، وهذا يساوي ناقص 4 ناقص 9 على 36، ويساوي ناقص 13 على 36. أعتقد أنني لا أملك وقتا إضافيا لحل مسألة أخرى، ولكن بإمكانكم إجراء عمليات الجمع والطرح للكسور في أي وقت تريدون. استمتعوا.